امتدح المتحدث الرسمي للجبهة الوطنية لدولة جنوب السودان ستيفن لوال الدور الذي يلعبه السودان في عملية السلام الشامل بدولة جنوب السودان. وقال لوال في تصريحات صحفية إنهم يرحبون بمخرجات القمة الأوغندية الأخيرة التي بحثت قضية السلام في دولة جنوب السودان، وإنهم متفائلين بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء ومزيد من الثقة ونزع فتيل التوتر بين أبناء دولة الجنوب عامة، مؤكدا على ثقة شعب جنوب السودان في الخرطوم ودورها في لملمة أطراف الصراع لما للشعبين من أواصر ووشائج تجمعهما. بدور السودان استطعنا أن نخرج من هذه الحالة، والآن نحن اتفقنا على أن نمد الفترة هذه لمدة 100 يوم، وذلك بمجهودات السودان ودولة أوغندا، ونحن شاكرين كل الشكر للحكومة السودانية ولشعب السودان الذي وقف معنا جراء هذه الأزمة التي دارت منذ عام 2013.